انا اجاني تبليغ قالوا لا تقولون للاعداد. انا راح اتحدث بكل صراحه، راح اتحدث امام ممثلي الشعب. هناك خمس قواعد رئيسيه موجوده في شمال العراق للقوات الامريكيه التركيه، اكثر من 4000 مقاتل تركي موجود في هذه النقاط، وهناك حاله ازدياد من توغل الاتراك واحتلال العديد من المناطق. في العام الماضي كانت 40 نقطة، في بداية السنة 90، اليوم هناك 100 نقطة داخل أراضينا وتبعد بمسافات قليلة من مناطق زاخو ومناطق العمادية وتوك. ولهذا دائما أنا أقول علينا أن نرسل قوات جيش وبيشمركة أن يذهبون إلى هذه المناطق ويمسكون المناطق الفارغة من القوات الحدود حتى نجبر الأتراك على ترك نقاطهم، وتقوم قوات الجيش والبيشمركة بالسيطرة على هذه المناطق حتى لا نعطي فرصة للأتراك بالتقدم أو بنشر مدفعيتهم وبالتالي إيقاع الخسائر بالمواطنين. من حيث المبدأ هذه 376 كيلو أو مثل ما قال المعالي تقل أو أكثر اللي بيننا وبين تركيا هي ضمن حدود إقليم كردستان، أي بما معناه إحنا كوزارة الدفاع ليس لنا السلطة ولن يتجاوز يتواجد أي جندي من جنودنا في هذه المنطقة، أو بالأحرى حتى إذا أريد نذهب لهذلك المكان يجب أن نأخذ الموافقات الرسمية حتى نصل لتلك المنطقة. فمن حيث المبدأ موجود من القوات الاتحادية فقط قوات الحدود، وقوات الحدود هي قوات الإنذار، هي ليس قوات مقاتلة قادرة على حماية نفسها، حتى على نفسها هم غير قادرة، ودائما في الحروب تأخذ القوات المقاتلة مكان هذا القوة عندما تشرع القوات المعادية بالهجوم على الدولة معينة.